خلينا ننتقل مع حضراتكم بعد كده وعن التعاقدات، تعاقدات الاهلي، وده خبر مهم لان كابتن امير توفيق مدير التعاقدات بالنادي اعلن عن تعاقد الاهلي مع اللاعب مصطفى البدري مهاجم فريق الانتاج الحربي ده لمده 5 سنوات قادمه، وقال ان انضمام مصطفى البدري هياتي وفقا لرؤيه الجهاز الفني للفريق الاول لكره القدم ولجنه التخطيط وبالتنسيق الكامل مع الكابتن محمود الخطيب. اوضح ايضا ان الساعات الماضيه شهدت انهاء كافه الامور الاداريه والماليه مع مسؤولي الانتاج الحربي في اطار العلاقات الطيبه اللي بتربط الناديين الكبيرين على ان ينضم اللاعب لتدريبات الاهلي خلال خلاص الايام القليله اللي جايه. مبروك مصطفى البدري، لاعب متالق ومتميز، وهو من مواليد 97 يعني عنده تقريبا 24 سنه، ويعني برده هو لعب في كذا حته قبل كده، فبالتوفيق ان شاء الله ليه، متوقعين منه الافضل في الكل بقى كمان يعني الديلز او التعاقدات الاخيره للاهلي. خير يا رب ان شاء الله.